استبعد مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كليبر فرضية العمل الإرهابي في تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وقال كليبر إنه من المرجح أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية لديه الإمكانيات لإسقاط أو من أنه ليس من المرجح أن يكون لديه الإمكانيات لإسقاط طائرة ركاب على هذا الارتفاع، وأضاف أنه ليس هناك مؤشرات على ذلك حتى الآن. وكانت جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية قد تبنت المسؤولية عن إسقاط طائرة إيرباص التابعة لشركة متروجيت الروسية فجر السبت الماضي في سيناء بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ متوجهة إلى سان بطرسبورغ الروسية.